ومن أسوان أكد السفير الياباني بالقاهرة تاكاهيرو كاجاو أن زيارة الرئيس السيسي لليابان كانت ناجحة، مشيرا إلى أن اتفاقية إفادة طلاب مصريين للدراسة في اليابان سيعزز لا شك التعاون العلمي بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة للسفير لجامعة أسوان. ويتم تعزيز العلاقة بين اليابان وجامعة أسوان في مجال مثلا تعليم لغة يابانية وكلية الألسان وقسم اللغة اليابانية موجودة هنا، ونحن نريد أن نقدم دعم لتعزيز في هذا المجال. جامعة أسوان يعني كلية الألسن يعني بدأت الدراسة فيها من 4 سنين، وكان اللغة اليابانية من أول الأقسام. وللأمانة يعني الحكومة اليابانية والسفارة اليابانية بتدعم هذا القسم بشدة يعني، وفي تركيز كبير جدا، وبيزوروا الطلبة باستمرار وبيتحاوروا مع الطلبة وبيشوفوا طلبات قسم اللغة اليابانية في كلية الألسن في جامعة أسوان. وطبعا ده برضو بيعكس يعني مدى العلاقة وقوة العلاقة بين اليابان وبين مصر. وفي الإسكندرية أعلنت شركة إنتل عن توزيع 4 مشاريع من الإسكندرية والوجه البحري من المشاركين في معرضها للعلوم والهندسة. وتأهل الفائزون 4 للمشاركة في معرض إنتل الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 8 إلى 13 مايو. وجاء إعلان النتيجة في نهاية المعرض الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى مساعدة الشباب على تطوير المهارات عبر التركيز على البحث العلمي لحل المشكلات. المشروع بتاعي بيحل مشكلة الكهرباء، بستخدم رينيوبل سورس السولار انرجي، بستخدم الفوتوفولتايك سولار سيلز بريديوسنج الالكتريستي، بستخدم نوع معين اسمه بيروف سكايت سولار سيلز. قدرت ان انا اعمل مانيفاكتشر للسيل وطلعت افشنسي حوالي 35%، وفي نفس الوقت بدات اشوف المشاكل اللي بتواجه السيل عشان تبقى حاجه ابليكابل وايكونوميك وانفيرمنتال على حسب اللي انا داخلاه. وصلت ان انا اعلي الاستابيليتي عن طريق كوتنج بحطه، وبحاول ان انا اعمل سنسيتيف ماتيريالز اللي هي القدره انها تحقق لي البند جايبه للسيستمز اللي السيل بتاعتي بتشتغل بيه. البروجكت بتاعي بيحل 3 مشاكل او 3 ازمات بتواجهها مصر والعالم دلوقتي. اول ازمه هي السرقه بتاعت العربيات، تاني ازمه بتاعت الحوادث بتاعت السيارات، وتالت ازمه بتاعت ان انا اخلي ذوي الاحتياجات الخاصه يسوق العربيه زي الانسان العادي. النشرة الاقتصادية ولكن بعد فصل قصير. يطرح اليوم البنك المركزي عطاء استثنائيا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد يومين من تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5%. ويستهدف العطاء الجديد تغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية. وكان البنك قد أكد أنه سينتهج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لاستعادة تداول النقد الأجنبي بصورة منتظمة ومستدامة. قال رئيس البورصة محمد عمران إن إتاحة التعامل بالجنيه على أسهم الشركات المقيدة بالعملات الأجنبية غير ملزم، ويتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الراغبة. وأضاف عمران في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي لمساندة جهود الدولة لتخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار، وزيادة الطلب على الجنيه المصري، والسعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم. قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي أن التجار المسجلين بالغرفة يبلغ عددهم نحو 500 شخص. وأضاف رئيس الغرفة على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لحل مشاكل التجار العالقة، أضاف أنه يستهدف تسلم الإقرارات الضريبية والتعامل معها إلكترونيا وزيادة الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة. إن احنا بنعمل تنسيق بيننا وبين الغرف التجارية بحيث ان اي مشاكل بتواجه التجار في السوق من الضريبة احنا بنتعامل معها بنحلها عن طريق التنسيق بيننا وبين الغرفة،
عملنا بروتوكول بيننا وبين الغرفة، وده طبعا تجديد للبروتوكول لأنه كان معمول من قبل كده طول عمرنا وإحنا بننسق مع بعض كغرف تجارية ومصلحة ضرائب. دي بتساهم كتير قوي في حل مشاكل الممولين وأيضا في زيادة موارد الدولة. أهميته مع مصلحة الضرائب إن إحنا ده جسر تعاون لشرح الضرائب، لشرح كل أنواع الضرائب اللي موجودة والتعاملات الضريبية وحل المشاكل المنتسبين الغرفة، سواء المشاكل الشخصية أو المشاكل المجمعة من خلال الشعب اللي هي بتبقى مشاكل عامة. النقطة الثانية تسهيل تقديم النماذج والتدريب عليها، النماذج الضريبية خصوصا النماذج الجديدة اللي اتعملت دلوقتي وتدريب التجار عليها عشان يقدر يقدم النموذج بتاعه بطريقة صحيحة ما يبقاش فيه مشاكل. وللتعليق ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الرحمن بركة أمين عام اتحاد البنوك السابق. يعني سيد عبد الرحمن، قرار خفض الجنيه بعد قرارات أخرى أيضا وتوفير شهادات دولارية وباليورو والسماح بالإيداع والسحب، هل من الممكن أن يكون لهذه القرارات تأثير على القضاء على السوق الموازية وخفض العملة بصورة منتظمة؟ مساء الخير أولا. مساء الخير. أنا بس عاوز أقول إن إحنا كنا بنعاني في الفترة السابقة من في إن في فارق كبير جدا ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكان لابد من وضع منظومة معينة للقضاء على السوق السوداء في هذا الوقت. حدث بالضبط إن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات كثيرة، سواء بفتح حد السحب والإيداع، سواء ذات الدولارية ذات العائد المرتفع، وأيضا أصدر قرار بزيادة العائد على شهادات الجنيه المصري. كل ده طبعا أدى إلى أن في السوق السوداء أو في السوق الموازية ينخفض أوتوماتيكيا وينخفض ويتم التعامل عليه وفقا للعرض والطلب، فبدأ السعر ينخفض عند سعر محدد وسعر معين. هنا هذا السعر الذي تحدد هو السعر اللي أصبح سعر عادل وسعر حقيقي لمتطلبات العرض والطلب. فأنا البنك المركزي راح طالع رفع السعر الدولار إلى هذا السقف ليه؟ حتى يقضي على السعر الغير رسمية تماما ويقضي على السعر الغير شرعي، وبالتالي ما اداش فرصة ان يبقى السعر اقل من السعر اللي في السوق السوداء، فيقولوا ما زال السعر غير عادل، انما هو سابه لغاية السعر ما بدأ ينضبط وفقا للعرض والطلب، وبالتالي انخفض السعر. فالبنك المركزي طلع عند هذا السعر المحدد بمعرفة السوق وبمعرفة العرض والطلب. طبعا القرارات كلها اللي اصدرها البنك المركزي دي كلها من هدفها القضاء على السوق السوداء والقضاء على سعر السوق الموازي، وطبعا ده كان له تأثير كبير جدا ان السعر ان السوق استدعى من البنك المركزي ان يتخذ خطوة لخفض قيمة الجنيه والارتفاع بالسعر للقضاء على السوق الموازي، وده طبعا قرارات يعني فيها صواب كبير جدا وناجحة، ونعتقد ان شاء الله تكون موفقة مع القرارات اللي هتتخذ فيما بعد بخصوص السياسة المالية من نعم. ترشيد الاستيراد، من زيادة عائدات السياحة، من تحويلات المصريين للخارج من الخارج إلى عبر القنوات الشرعية، لأن ما عندهمش لا في ضرر ولا ضرار نتيجة إن هم يقدروا يحولوا فلوسهم بنفس الأسعار اللي هي في السوق بنفس كل الخطوات اللي بتتم في قنوات شرعية فيها كل الأمان ووسائل الأمان الخاصة بهم. نعم أستاذ عبد الرحمن بركة أمين عام اتحاد البنوك السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا. وصلت وإلى الإسماعيلية، حيث وصلت أول قافلة للسلع الغذائية المخفضة أو مخفضة الأسعار التابعة والمدعمة من وزارة التموين. القافلة تبلغ حمولتها 7 أطنان من السلع التموينية والدواجن واللحوم والأسماك المجمدة، وتهدف إلى ضبط ومحاربة غلاء الأسعار، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة استهداف باقي قرى ومراكز المحافظة.
النهارده بتصل الاسماعيليه قافله من وزاره التموين، وتعتبر اكبر قافله بتنزل محافظه في الجمهوريه. ثلاث عربيات نقل كبيره محمله بسلع غذائيه ودواجن، وراك دواجن بسعر 9.5 جنيه للكيلو، واسماك وسلع غذائيه، ارز وزيت وسكر وجميع السلع التموينيه مدعمه من وزاره التموين. دي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس السيسي بتخفيض الاسعار ومحاربه غلاء الاسعار. كويسه وفيها كل حاجه انت تطلبيها، كل حاجه موجوده، والسمك حلو واللحمه حلوه وكل حاجه، وربنا يخلي اللي قايمين على الاداره وعلى كل شيء. اخبار رياضه ولكن بعد فصل قصير.